عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه بنستكمل معكم فقرتنا في صباح اون تايم. منورنا دلوقتي ضيفنا الأستاذ عبد الحميد فراج الناقد الرياضي. صباح الفل على حضرتك يا أستاذ عبد الحميد، منورنا في صباح اون تايم. صباح الخير عليك يا فرح، صباح الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورتس، وببقى سعيد جدا وانا في ضيافتك. سعداء بوجود حضرتك معانا. وطبعا في البداية عايزين نتكلم النهاردة على مباراة مهمة جدا في المشوار الإفريقي لنادي الزمالك مع فريق دريمز الغاني. تعليقك إيه على اللقاء، خصوصا إن هو لقاء العودة بعد ما نادي الزمالك فرط في الفوز على أرضه أمام جماهيره؟ هل النهاردة يقدر يحسم اللقاء ويعوض جماهيره ويصالحهم كمان؟ اكيد طبعا، نادي الزمالك النهارده مواجهه يعني نقدر نقول لا تقبل القسمة على اثنين، ومواجهه لا بديل عنها ان الزمالك يعود بنتيجه ايجابيه تضمن ليه التاهل، اما ان شاء الله بالفوز، وده لازم يكون السيناريو الاول في راس كل من الجهاز الفني واللعيبه اللي موجودين دلوقتي استعدادا في خلاص الساعات الاخيره قبل المباراه النهارده. طبعا بنفكر الناس المباراه الساعه 7 ان شاء الله بتوقيت القاهره، وهتبقى الساعه 4 عصرا في توقيت غانا. الزمالك يقدر، الزمالك يقدر، كان اهدر طبعا فرصه الفوز في مباراه الذهاب في وسط ملعبه في القاهره في استاد القاهره، ووسط جماهير كانت عامله بصراحه ملحمه في مباراه الذهاب وادت مع عليها بشكل كبير جدا. ولكن نقدر نقول بقى ان بعض الغيابات اللي اثرت على الفريق في مباراه الذهاب، وكذلك سوء التوفيق اللي صادف الفريق وتحديدا في الشوط الثاني، وده اللي كان شافه كل طبعا المتابعين للمباراه، يعني الزمالك فرط في الفوز ولكن بفارق الامكانيات بفارق الخبرات، ومع عوده كمان المصابين نقدر نقول الزمالك يقدر ان شاء الله يرجع اما بالتعادل الايجابي اللي يضمن ليه التاهل او بالفوز، واعتقد ان الزمالك حاطط في حساباته ده. لو اتكلمنا على الجانب الفني بغض النظر عن الغيابات، تعليقك ايه على اداء نادي الزمالك في الشوط الاول والشوط الثاني من المباراه؟ في مباراه الذهاب طبعا الشوط الاول كان الزمالك بعيد شويه، كان الزمالك بعيد وكان في عدم التزام بالجانب التكتيكي، وده اللي قاله حتى جوزيه جوميز في المؤتمر الصحفي اللي عقب المباراه، وقال ان اللعيبه ما ادتش المطلوب منها في الشوط الاول، ولكن في الشوط الثاني تحسن الاداء بشكل كبير جدا، سواء مع اجراء بعض التغييرات او ان اللعيبه بدات تستشعر بالقلق من ان المباراه ممكن تهرب من حساباتهم، فكان في اكتر من هجمه وكان في اكتر من فرصه لنادي الزمالك ممكن يسجل منها هدف التقدم. شفنا طبعا ابرز الفرص على سبيل المثال فرصه حسام عبد المجيد، يعني كانت واضح ان كان المرمى يعني بيرفض ان في اي هدف يدخل في الشباك، كانت فرص كتيره جدا لنادي الزمالك تحديدا في الشوط الثاني، ولكن في النهايه هو المباراه خرجت بالسيناريو ممكن يكون نسبيا مرضي لفريق دريمز الغاني، فارق الامكانيات الكبير، فارق اسم الفرقتين، البطولات الافريقيه اللي مشارك فيها ده ودوت، القيمه السوقيه حتى على مستوى الخبرات، فريق دريمز معظمه من اللعيبه الشباب، قد يكون بس انطوي هو عنصر من العناصر الخبره اللي عندهم او اللي احنا نعرفه في الكره المصريه طبعا لسابق تجربته هنا في الكره المصريه وفي الدوري المصري. ولكن في النهايه المباراه خرجت، يعني احنا بنقول دايما ان التعادل ده السلبي بيبقى اسوا افضل نتيجه طبعاً. تعادل، لان انت بتبقي رايحه الماتش اللي هناك الفرقتين الحظوظ بتاعتهم منفتحه جدا، ده يقدر يخطف تعادل و يتأهل. دريمز هيبقى بيلعب على ان هو في وسط جمهوره وعايز يخلص المباراه، وان كان اللعب في ملعب بابا يارا او في كوماسي تحديدا مش هو ده المعقل الاساسي بتاع فريق دريمز، ودي هتخلي برضو الموضوع ما فيهوش افضليه نسبيه، يعني حتى هو هناك الكلام كلها في التقرير الغنيه مسؤولي دريمز بيطالبوا الجمهور الغاني والمدير الفني بيطالب ان الجمهور الغاني يبقى مساند ليهم، لان هم عارفين ان هم بيلعبوا مش في الملعب بتاعهم، وفتحوا الملاعب بالمجان بالمناسبه كمان، ده بيحاولوا هم يستقطبوا الجماهير لان هم عارفين كويس قوي اسم وقيمه نادي الزمالك، وعايزين اي تفصيله تساعد ان هم ياخدوا افضليه في المباراه. صحيح. طيب لو اتكلمت معاك عن التشكيل المتوقع، يعني الحقيقه انه فريق الاعداد النهارده جايب لنا تشكيل متوقع للقاء هو المنطقي لحد ما، رغم ان انا مش مقتنع بيه، فعايزين برضو نقوله معاك ونشوف من وجهه نظرك هل شايف ان هو ده التشكيل المتوقع ولا لا. فحراسه المرمى محمد عواد، نبدا طبعا حراسه المرمى محمد عواد، خط الدفاع هيكون فيه المسلوسي وحسام عبد المجيد قلبي دفاع، فتوح وعمر جابر، وخط الوسط محمد شحاته نبيل عماد ودونجا، اما عن الخط الهجومي احمد سيد زيزو وكمان سامسون اكينولا تحت سيفي الجزيري، واحمد حمدي يقوم بدور صانع الالعاب. بالظبط هنا بقى تعليقي كله بس. على هي بالظبط كده، يعني هل شايف ليه؟ يلعب خلينا نتفق ان الجناح الايسر نقطه في راس مصطفى شلبي، فكره الجناح الايسر عموما في حسابات جوزيه جوميز، ومش بس الجناح، الجناح والظهير بالمناسبه، لان احنا بنتكلم في ثلاث عائدين من الاصابه، عمر جابر، فتوح، زيزو. اتخيل ان عمر جابر وزيزو لا خلاف عليهم ان هم هيكونوا موجودين في التشكيل الاساسي، صحيح. فتوح تحديدا هو اللي ممكن يكون فيه كلام عنه، وخصوصا ان ابراهيم انضاي
رغم انه لعب مباراه في غير مركزه في مباراه الذهاب، الا ان ناتج المباراه نقدر نقول ان هو مستوى مقبول، قدم مباراه طيبه او مقبوله من ناحيه الاداء. في فكره ان فتوح تمرينه واحده بس قبل السفر والتمرينتين اللي هيبقوا موجودين في غانا ممكن تخلي الحسابات شويه مع جوزيه جوميز ما تدقش بيه، لان جوميز ده بيحب دايما اللاعب اللي جاهز بنسبه 100%، فقد يكون الجانب الايسر عموما سواء الظهير او الجناح الايسر في حسابات. فكره ان انا ادفع بورقتين هجوميين وانا بلعب ضيف عند المنافس اتخيلها ان هي صعبه شويه، ومتفق معاك ان ما اعتقدش سامسون اكينولا، بالعكس ده هو لو لم يلعب مصطفى شلبي كمركز جناح ايسر قد يتم الدفع بترافيس موتيابا، خصوصا ان صحيح. جوميز واضح ان هو واثق فيه، بيديله خبرات، بيديله تعليمات، شفنا الكلام ده في مباراه الاهلي، شفنا الكلام ده في مباراه الذهاب، فواضح ان ممكن لو هيبقى مش مصطفى شلبي هيبقى موتيابا. اما قلبي الدفاع مفيش خلاف عليهم، حسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي مع عوده عمر جابر في الجنب اليمين. وبالمناسبه ورقه من الاوراق اللي ممكن يعتمد عليها الزمالك في الناحيه الدفاعيه مصطفى الزناري، اداؤه في الفتره اللي فاتت كان طيب جدا، سواء يلعب دفاع او يلعب جناح يمين او بالتبادل بينه وبين المسلوسي، وخصوصا انه بيمثل نقطه افضليه، فكره رميات التماس اللي هي بتبقى اقرب ما تكون بشكل الركله الركنيه، دي بتساعد ان ورقه من حسابات الجهاز الفني، بس ما اعتقدش مع عوده عمر جابر ان الزناري يلعب اساسي النهارده. تأكد غياب شيكابالا عن اللقاء بجانب طبعا غياب اللعيبه اللي برضه عندها خبرات زي ناصر ماهر اللي بيصنع الفرق مع نادي الزمالك وعبد الله السعيد، فتعليقك ايه كمان بجانب شيكابالا؟ هل ده ممكن يأثر ولا لا؟ شوفي، خلينا نتفق ان الفتره اللي فاتت الزمالك كان بيعتمد اعتماد كبير على ناصر ماهر وعبد الله السعيد كرمان الميزان بقى في نص الملعب، وفكره صناعه اللعب عموما سواء بقى من مركز 8 او من الجناح، او ناصر لعب الحتتين، لعب 10 ولعب جناح ايسر فتره من الفترات مع التشكيلات الاخيره لنادي الزمالك، فبيفتقد الزمالك فعلا لورقتين مهمين جدا. شيكابالا اسم كبير وقائد للفريق ولعيب كان بيعتمد عليه الزمالك حتى في مباراه الذهاب في غياب زيزو، كان هو المفروض اللاعب الاساسي او المحوري في المنطقه ديت، ولكن غيابه هيكون بالتاكيد غياب مؤثر، ولكن انا شايف ان الزمالك لازم المباراه ديت تكون بلا اي حسابات، غير ان انا لازم اعود ببطاقه التاهل، لان موسم الزمالك بعد خساره كاس مصر، بعد تراجع، بعد النتائج في بطوله الدوري، بطوله الكونفدراليه بالنسبه لجمهور الزمالك هي الاهم دلوقتي، او هي النقطه اللي هتبقى كارت مصالحه بين اللاعبين او بين الفريق بشكل عام وبين جمهور نادي الزمالك في الوقت الحالي. الزمالك قادر حتى مع الغيابات ديت ان هو ان شاء الله يعود ببطاقه التاهل. ابرز عيوب فريق دريمز في مباراة الذهاب اللي شفتها من وجهة نظرك وممكن يستغلها نادي الزمالك النهارده كانت ايه؟ شوفي، هو فريق دريمز كان مقرب خطوطه جدا في مباراة الذهاب، وبيحاول ان هو يلعب جيم دفاعي شويه عشان يبعد الزمالك عن مكمن الخطوره، ولكن مع مباراة العوده النهارده هيكون الفريق منفتح شويه وهيحاول يهاجم شويه، الدفاع مش افضل ما يكون، حارس المرمى رغم انه قدم مباراه الى حد ما طيبه بس برضه مش هو الحارس اللي يعني يمنع تسجيل الاهداف من نادي الزمالك، فالزمالك لو اشتغل على المرتدات بشكل جيد، لو اشتغل على مهاره زيزو وشلبي اللي انا شايفهم هم الاقرب، مع وجود ايضا سيف الجزيري كراس حربه واحمد حمدي كمان ممكن يصنع فارق كبير جدا في منطقه نص الملعب، اللعيبه الكويره عموما هتصنع الفارق في ماتش النهارده، فالحته الدفاعيه بتاعت دريمز يقدر الزمالك يشتغل عليها بشكل كويس. كمان احنا ما شفنا لهمش شراسه هجوميه، هو كانت فيه هجمه او هجمتين بس على مدار مباراه الذهاب هي اللي ظهر فيها ملامح الخطوره، بس ما شفناش شراسه هجوميه منهم، فانا شايف ان كلمه السر في مباراه النهارده ان الزمالك يسجل هدف، لان باي حال من الاحوال الفريق ده ما يسجلش هدفين في نادي الزمالك، فتسجيل الزمالك لهدف سواء فاز بيه او رجع بتعادل 1-1 الزمالك ان شاء الله يضمن التاهل للمباراه النهائيه. هل المباراه هتكون مفتوحه من وجهه نظرك؟ اعتقد ده من الناحيتين بالمناسبه، يعني انا اعتقد ان جوميز وهو ليه من الخبرات الكبيره جدا، وواضح كمان ان هو بدا يلم ويحفظ فرقه الزمالك في الفتره الاخيره، مش هيامن دفاعيا من المباراه، هو عارف ان الفريق مش فريق خبرات، فهيهاجم علشان بلغه الكره كده الفرقه تكش، يعني الزمالك هينزل المباراه مش هقول فاتح هجوم بشكل كبير، ولكن مباراه متزنه، الزمالك مش هيبقى واقف في نص ملعبه بيستقبل دريمز، لا ده هيلعب مباراه هجوميه عشان زي ما قلت لك يعني يبين شراسته الهجوميه امام فريق دريمز، في نفس الوقت دريمز في وسط ملعبه او في ارضه على الاقل في غانا هيبقى عايز يهاجم ويبين شكل هجومي كويس غير مباراه الذهاب، فالمباراه هتبقى مفتوحه من هنا وهنا، وده لصالح الزمالك بالمناسبه. فكره ان المباراه تبقى جيم مفتوح ده هيكون لصالح الزمالك، لان هو على المستوى الفني وعلى مستوى قدرات اللاعبين افضل فنيا من دريمز.
ملف حراسة المرمى داخل نادي الزمالك، كان في كلام بيتقال انه نادي الزمالك ممكن ان هو يكون عنده نية التفريط في محمد صبحي وبيع اللاعب، ولكن في ظل الأزمة اللي عانى منها او جددها نادي الزمالك مع أزمة القيد مرة تانية بسبب ملف خالد أبو طيب اللي كان طبعا بيلعب مع نادي الزمالك وليه مستحقات مالية وتقدم بشكوى في الفيفا، هل ممكن ده يأثر على قرارات نادي الزمالك في رحيل بعض اللعيبة خصوصا في مركز حراسة المرمى علشان مش هيقدر ان هو يدعم صفوفه بلعيبه تانيين؟ انا بحييكي جدا على السؤال والربط، الربط بين فكره ان انا كان قراري ايه وكان ممكن يبقى قراري ايه. القرار ما قبل ملف خالد بوطيب كان التجديد لحارس مرمى واحد، احنا عارفين اكيد جمهور الزمالك متابع، عواد وصبحي الاثنين بينتهي عقدهم بنهايه هذا الموسم، فكان الاتجاه داخل نادي الزمالك ودي معلومه انه التجديد لحارس واحد بس من الاثنين، وطبعا ده هيكون من خلال ما تبقى من الموسم ومين بيلعب اساسي ورؤيه الاداره مين اللي هيكمل ومين اللي هيبقى فيه تجاوب في المفاوضات، لان دلوقتي الزمالك في كل الالعاب بالمناسبه في اتجاه لتخفيض الرواتب علشان فكره الارهاق المادي اللي بيعاني منه نادي الزمالك في الميزانيه وفي ارتفاع سقف الاجور في كل الالعاب. فكان الاتجاه لتجديد لحارس مرمى واحد، ولكن بعد فكره خالد بوطيب وبعد الشعور بان ربما يتم معاناة جديدة من إيقاف القيد لنادي الزمالك، فأصبح مش بس ملف حراسة المرمى، ده ملف كل اللاعبين. الزمالك عايز يأمن نفسه بالتجديد لكل العناصر، لمحمود علاء، لرؤى، حتى العناصر اللي هم مش شايفين إنها ممكن تكمل، أنا أجدد ليهم وأضمن الأول استمرارهم معايا، ثم بعد كده مع نهاية الموسم ومع فتح فترة القيد لو أنا حليت المشكلة سواء بجدولة المستحقات أو بالوصول لحل ودي مع خالد بوطيب أو بتوفير المبلغ وهو مبلغ كبير وهيرهق ميزانية نادي الزمالك في الفترة دي، هيبقى خلاص هبدا اقرر مصير اللاعبين دول. ما وصلتش، لا يبقى انا على الاقل ضمنت ان انا ما يبقاش في عندي ازمه برحيل اللاعبين اللي بتنتهي عقودهم، اوباما، شيكابالا، وطبعا كان رئيس نادي الزمالك صرح بان خلاص وصلوا لاتفاق لتجديد عقد شيكابالا، لاوباما، لمحمود علاء، لرؤى، لصبحي، وايضا لمحمد عواد، فهيبقى الملف ده هيتفتح في الفتره الجايه، ولكن لا حديث داخل نادي الزمالك حاليا الا عن الفتره الحاليه والمباراه المصيريه لدريمز، وما بعدها ان شاء الله بعد التأهل متفائل جدا ان الزمالك يرجع بالتأهل، هيبقى ايضا التركيز لنهائي الكونفدراليه، بعد الكونفدراليه الزمالك هيفتح الملف بتاع تجديد العقود. استاذ عبد الحميد لسه حديثنا مستمر معاك، هستاذنك استاذ مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره تانية، انتظرونا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه نستكمل معاكم فقرتنا واللي منورنا فيها ضيفنا الأستاذ عبد الحميد فراج الناقد الرياضي في صباح أون تايم. عودة لحضرتك يا أستاذ عبد الحميد مرة تانية، انتقل معاك لجزئية الخاصة بمدافعي نادي الزمالك. محمود علاء من اللعيبة اللي يمكن يكون الفترات اللي فاتت يعني أصبح وجوده داخل نادي الزمالك كمشاركة أساسية مش بانتظام. صحيح. تعليقك إيه وشايف إزاي محمود علاء يرجع ياخد مكانه أساسي ونرجع نشوفه في منتخبنا المصري مرة تانية؟ شوف أنا عايز أقول لك إن محمود علاء مش بس الفترة الأخيرة بس، تقريباً من حتى قبل عودته لنادي الزمالك وهو بيبتعد أو بيفتقد المستوى اللي كان عليه محمود علاء قبل كده أو كمدافع أساسي، وكان أحد العناصر اللي دايماً بتتواجد في تشكيلة منتخب مصر أو القائمة المبدئية لمنتخب مصر. محمود علاء في الفترة الأخيرة بقى خارج حتى التشكيلة أو القائمة اللي بيختارها جوميز لأي مباراة ولرؤية فنية، مش بسبب إصابة أو بسبب ابتعاد لعدم الجاهزية، لا ده للأسف كمان رؤية فنية. أعتقد ترتيب قلبي الدفاع أو مدافعين نادي الزمالك محمود علاء بيجي في مركز قد يجعله خارج الحسابات في الفترة اللي جاية، احنا بنعتمد خلاص دلوقتي الزمالك على حسام عبد المجيد والمسلوسي كعناصر أساسية، الزناري بيخش تدريجي سواء في قلب الدفاع أو في الناحية اليمين، ياسر حمد بيبقى موجود في القائمة حتى لو ما بيشاركش. حتى هل ياسر حمد المدير الفني مقتنع بيه ولا لسه؟ على الأقل موجود كبديل، يعني على الأقل بيبقى موجود في القائمة كبديل بيروح في القائمة أو موجود حتى في الفترة الأخيرة بشكل دائم في القائمة، ما بيشاركش بس موجود في القائمة، أما محمود علاء بيبقى خارج القائمة، فده اللي رابط شوية الزمالك إنه ممكن يتم التفريط فيه، بس زي ما أنت قلتي مع فكرة احتمالية إيقاف القيد هيكون الزمالك بيركز على ان هو لازم يجدد عقود كل العناصر اللي عنده، ثم بعد كده يقرر اللي هيكمل مين او اللي هيفضل مين او كده.
ده ملف نادي الزمالك، وبنتمنى كل التوفيق النهارده ان شاء الله لفريق نادي الزمالك أكيد امام طبعا. دريمز الغاني. اعتقد هتكون مباراه مثيره وممتعه ان شاء الله، ويتاهل فيها نادي الزمالك للمباراه النهائيه. تعليقك ايه؟ هل نادي الزمالك هيواجه نهضه بركان ولا ليك راي اخر؟ هو مؤكد المؤشرات كلها بتتجه نحو نهضة بركان هو اللي هيتأهل للنهائي. المباراة الأولى خلاص الكاف أعلن فوز اعتباري لنهضة بركان بثلاثية أو 3-0. حتى مباراة العودة النهارده لحد ما احنا بنتكلم في شكوك أو في ضبابية شوية في المباراة هتتلعب مش هتتلعب. الاجتماع الفني اتعمل بالأمس وخلاص، كل فريق حضر الاجتماع وفريق اتحاد العاصمة موجود ومن الممكن ان هو يخوض المباراة. ولكن رغم كل ده يقال ان في برضه يعني ضبابيه شويه حول اقامه المباراه. بس حتى لو المباراه اتلعبت، فريق نهضه بركان بخبراته وباسمائه صعب جدا ان هو يخسر 4-0 او يخسر بفارق 4 اهداف، هيبقى صعب جدا. فمؤكد ان نهضه بركان هو احد اطراف المباراه النهائيه، ان شاء الله يكون الزمالك هو الطرف الثاني. باذن الله بنتمنى كل التوفيق. انتقل معاك للنادي الاهلي، تعليقك ايه على المباراه المثيره والرائعه اللي اسعد بيها فريق نادي الاهلي جمهوره وخارج ارضه، ورغم كده قدر ان هو يفوز بنتيجه 3 اهداف، وكانت مباراه جميله جدا 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 استمتعنا بيها باداء النادي الاهلي وبشكل النادي الاهلي المعتدين عليه وباهداف في قمه الروعه. في الموعد دائما النادي الاهلي بالعناصر اللي موجوده حتى مع وجود بعض الغيابات واسماء كانت بسبب الاصابه وعدم الجاهزيه في الفتره الاخيره، الاهلي قدر يحسم الجوله من زي ما انت قلت من خارج ملعبه من مباراه الذهاب، قدر يرجع بالتعادل هناك من الكونغو، فده اداله اريحيه شويه في مباراه العوده. بيلعب في ملعبه وفي وسط جماهيره هنا واكثر من 50,000 متفرج حاضرين المباراه، رغم ان سير المباراه كان قلق شويه جمهور النادي الاهلي، ولحد الدقيقه 60 في كده ده في هدف جه واتلغى لمازيمبي. اتخيل ان الغاء هذا الهدف كان نقطه تحول، ونقطه تحول كبيره. الفريق النادي الاهلي حس ان المباراه مش سهله، رغم ان الاستحواذ وفرص الفريق كانت هتؤهل في النهايه ان النادي الاهلي هو اللي هيفوز حتى لو كان الهدف احتسب، ولكن كانت نقطه معنويه كمان للعيبه. عناصر اللي موجوده، الاهداف اللي اتسجلت بالثلاثيه سواء اكرم وسام محمد عبد المنعم، الظهور للعناصر اللي موجوده كلها رساله اطمئنان للجمهور النادي الاهلي قبل ان هو يعني يخوض بقى مباراه النهائي مع الترجي. وبالمناسبه هي هتبقى مباراه صعبه جدا، الذهاب ان شاء الله هيكون في رادس يوم 18 ثم العوده يوم 25 هنا في استاد القاهره. بس اتخيل ان سيناريو فكره ان الذهاب يكون في تونس الاول والمباراه العوده في القاهره، هيحتفل جمهور النادي الاهلي بالبطوله يوم 25 بالحسابات الفنيه بحسابات التاريخ بحسابات كل حاجه. اعتقد الاهلي ليدنج في المباراه ديت ويقدر يحسم اللقب. ليه بتقول بالحسابات دي كلها؟ لأنه الجمهور برضو قلقان ومتخوف، لأنه نهائي 2018 كان بالحسابات يقول أنه الأهلي رايح يرفع الكاس. صحيح. ولكن حصل الغير متوقع. شايف إزاي النادي الأهلي يحاول يأمن نفسه علشان السيناريو ده ما يتكررش تاني بأي شكل من الأشكال؟ وطبعا نتفق بس الأول أن الترجي اسم كبير ووجوده حتى بالتصنيف في عنده عناصر وامكانيات وخبرات وبيحدث التجربه زي ما بيقولوا كده، المشروع بتاعه او بيحدث العناصر بتاعته واللعيبه بتاعته بشكل دوري، وده حال كره شمال افريقيا عموما، تونس والمغرب تحديدا. الاجيال بتاعتهم بتتحدث بشكل يعني كل 3 4 سنين بنشوف عناصر جديده، ولكن في الاول وفي الاخر بيقدروا يوصلوا للادوار النهائيه. ليه بقول كده؟ لان النادي الاهلي مش بس واصل للنهائي يعني صدفه ولا حاجه، الاهلي في اخر 5 سنين بيحقق الانجاز دوت، فاصبح الوصول للادوار النهائيه سواء نص النهائي او النهائي تحدي أشبه كبير. تحدي كبير بس هو اشبه بالروتين عند النادي الاهلي. مع الفترات الاخيره دلوقتي خلاص الاهلي ضامن دايما مكانه في المباراه النهائيه، يا بيتوج باللقب يا اما بتبقى بظروف صعبه جدا بيخسر البطوله. فاعتقد ان بالخبرات وبالاسماء اللي موجوده ديت بالعناصر اللي احنا بنشوفها بالكلين شيت اللي بيتحقق في مباريات متتاليه في دوري ابطال افريقيا، لا الاهلي يقدر يحقق البطوله باريحيه كمان. يعني كولر ما دون ذلك هو هيكون مفاجاه. كولر هياخد قد ايه عشان يدرس اللقاء؟ بمعنى انه اللقاء الاول امام مازيمبي على ارض مازيمبي، كولر اخد اللحظه دي علشان يدرس الخصم. صح. بعدها درسه تماما وشفنا ده في لقاء العوده. هل هيحتاج كولر الدراسه اللي على ارض الواقع دي ولا لا هيحضر نفسه من البدايه؟ أكيد هيستعد مبكرا، بس بكل الأحوال المواجهة في الملعب غير المشاهدة بالفيديو وغير المحاضرات أو غير تحليل الأداء وإن أنا بدرس المنافس. ولكن عشان كده أنا قلت لك سيناريو البداية في رادس ثم العودة في القاهرة ده هيخلي الأهلي
ليه الافضليه في مباراه العوده. يعني الاهلي هيرجع من تونس اما بتعادل او حتى لو افترضنا خساره بفارق هدف سواء بقى 1-0 او 2-1، فالاهلي قادر على التعويض بسهوله كمان في استاد القاهره. عشان كده بقول لك 25 مايو هيكون موعد مع احتفال جمهور النادي الاهلي بلقب دوري ابطال افريقيا. استاذ عبد الحميد في النهايه هختم معاك طبعا بالترجي التونسي، ما احنا نتكلم على نفس الملف، فوزوا على النادي الاهلي، فوزوا على نادي الزمالك في كره اليد المصريه، تعليقك ايه؟ الحارس يفرق. احنا بقى لو كنا بنقول ان في كره القدم الحارس نص الفريق، فواضح ان في كره الهاند بول الحارس اكتر كمان من نص الفريق. وتحيه طبعا للكابتن باسم السكي المدير الفني المصري واللي كان من ابناء مدرسه كره اليد في نادي الزمالك. نجاح رائع جدا على المستوى القاري في البطوله، ولكن فعلا حارس فريق الترجي التونسي نجح في ان هو يكون علامه فارقه في مباراه نصف النهائي وتخطي النادي الاهلي، وايضا في مباراه امس كان نادي الزمالك لازم في هاندبول يحسم او يحسب حساباته اكتر من البدايه، لان واضح ان الفرق من الشوط الاول فرق على طول بفرق 4 اهداف او بفرق 5 اهداف، فالزمالك ما قدرش يرجع حتى مع بدايه الشوط الثاني. حاول الزمالك بس الزمالك ما قدرش يعوض الفارق، كان لازم يعمل حساب لفرقه الترجي اكتر من كده، وخصوصا انها اقصت النادي الاهلي اللي كان قبلها باسبوع بس او ب 10 ايام اللي كان قبلها نادي الزمالك واللي كان قبلها نادي الزمالك فاز عليه في نفس المجموعه. مزبوط. وكان ليه زي تجربه مع وقدر نادي الزمالك يفوز، فطبعا كانت زي ما حضرتك بتقول تجربه انه درس الترجي كويس. متفق معاكي، بس عايز اقول لك يعني والترجي درس برضه. العامل الاساسي والنجاح كبير جدا في نقطتين، حارس المرمى التونسي وايضا الكابتن باسم السكي اللي بنبارك له طبعا على بطولات القاريه مع الترجي التونسي في الفتره الاخيره. نتمنى كل التوفيق ليهم، وان شاء الله نشوف نادي الزمالك والنادي الاهلي بيرجعوا مره ثانيه في منافسات الكاس والدوري باذن الله المستمره، ويرجعوا للمكانه الطبيعيه ليهم، ونستمتع بلقائهم في كره اليد المصريه ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ عبد الحميد، فرجنا ونورتنا في صباح امس. شكرا جزيلا، سعيد جدا ان كنت فاضي. شكرا مشاهدينا، وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا. يتجدد لقائنا دائما عبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس. النهارده عندنا مباريات هامه في دوري نايل هنتابعها ان شاء الله عبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس على مدار اليوم. اشوفكم غدا باذن الله وحلقه جديده، ويومكم خير وسعاده وفرح.